الفيلر السميك سميك لتسي نستعمله للخدود ما فينا نستعمل بشفاف. لو نحن بنفكر انه والله طيب ما الابره قد ابرتين من هوليكو مزبوط كفوليوم، بس شو بصير نوعيه الفيلر اللي عندنا المولكيول سميكه، فبتصير الشفه شكلها بضحك لما تصير مثل بالون من هون وهون طابه من هون. سو كرمال هيك اكيد رح استعملها انا شيء هلا مش ناعم ناعم، اذا ناعم ناعم بدي اعمل لها 4-5 تشوف، بدي اعمل لها شيء سميك. لكن الشيء سميك اللي هو هيدا اكثر شيء ماكسيموم سماكي فينا نستعمله للشفه. بعد جمعتين اذا يور هابي ذاتس ات، اذا بدنا اكثر يعني بدنا اكثر. اي لاف ليبس. ليك ايه بس انه انا هلا كيف شايف وجهي والله بعقد البروبورشنز بعقده، واللب حتى يعني لما هي جايه هلا تتعمل اللب اوريدي اللب فيها روتيشن وحلوه، وانا ما بوافق انه رايحين على الاخير. لما الدايمنشن طويله هون والشخص ما عنده ابدا روتيشن، ما عنده بيس لاين روتيشن، لا انا بنصحها ساعتها بسيرجري، لانه ما راح تاخذ اللي بدها اياه بالفيلر وبده يعمل مثل اسبي مثل بطه على البروفيل. راح تلاقي هلا الابر بكره اكبر من اللور، لانه اشتغلنا تتقلو على الجمعه 10 ايام تقلو رجله جميله. Alright good. شربي مي منيح ها؟